أنت لست ربا. لا، بعضهم رب يعني قاض وجلاد كمان، يعني رب كامل يكفر ثم ينفذ الحكم فيك حرقا أو تفجيرا أو ضربا بالرصاص أو ضربة سيف، لا قوة إلا بالسيف. الله أكبر، يتقرب إلى الله بهذا. تعرفون بعض هؤلاء، وسأسمح نفسي أن أسميهم الملتاثين، ليسوا أقل من أن يكونوا ملتاثين، عقولهم غير طبيعية، نفوسهم بالحرير غير طبيعية. كفروا تعرفون من؟ حتى الأنبياء. هل سمعتم بهذا؟ طبعا كل دارس لجماعات التكفير في القرن العشرين يعلم هذا وقرأه غير مرة. نعم، هناك من جماعات التكفير مشايخ وبلحة ويبكون في الصلوات، كفروا الأنبياء، يعني حتى النبي مش مال عينه، ويسمونه تعرفون ماذا؟ يسمونه التكفير اللحظي. قال لك النبي ممكن يكفر لحظيا بس برجع بتوب بس برجع مؤمن. يا سلام، ما شاء الله عليك انت، ما شاء الله. واضح انهم والعياذ بالله، واضح انهم تبنوا دور الله، يلعبون دور الله، يحكمون حتى على النبيين. الله اكبر يا اخي، لا انا لا اسمح لك ان تحكم علي ولا على اخي ولا اختي. من انت؟ اذهب الى طبيب نفسي لكي يحكم عليك يا رجل. تحكم على الناس انهم في النار وانهم باءوا بسخط من الله وماواهم جهنم وبئس المصير. بل انت، انت معتل، اعتلت بك صوره الدين. والله العظيم، والله يا اخواني الذي لا اله الا هو، انا اقول هذا، اعتلت صوره الدين، الايمج، صوره الاسلام في العالم اعتلت بهؤلاء، اقسم بالله. ولدينا في الامه العربيه معتله والاسلاميه بهؤلاء، والناس لا يدرون انهم يقتتون على سموم وليس على افكار. هذه ليست عقائد، ليست فقها، هذه سموم سممت الروح قبل أن تسمم العقل. أرواحنا مسممة، عقولنا طبعاً مجتهفة بالكامل ومسممة تماماً. قال لك آدم كفر لما أكل من الشجرة، كفر لحظياً. وموسى حين ألقى الألواح كفر، هكذا يقولون، حين ألقى الألواح وفي نسختها هدى قالوا كفر، لكن كفراً لحظياً لم يلبث ولم ينشب بعده أن عاد إلى الإيمان. ونوح حين قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قالوا كفر، وبعدين لم ينشب أن عاد إلى الإيمان. أي تباً لكم ولهذا الفكر، تباً لكم ولهذه الضحالة، لهذا الإجداب الروحي. الأنبياء ما نجوا من شركم، يحدث أحدهم بعد أن تاب من لوثة، أي لوثة، لوثة من لوثة يعني جنون، من لوثة التكفير، يقول والله جلسنا ذات ليلة بين المغرب والعشاء ونحن ستة، أنا سادس ستة، أيوة، قال نتجاذب أطراف الحديث في الحكم على البشر من الحكومة إلى آخر محكوم البواب. قال فلم نلبث أن انتهينا إلى تكفير الأمة كلها، مصر كلها خرجت على الإسلام، 70 مليون كل كفار من الرئيس حتى البواب، بقي من الستة. قال ثم صار بعضا يكفر بعضا، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما صلينا العشاء إلا فرادى، لأن كل منا كان عند صاحبه كافرا، كله كافر، كله كافر، أنت كافر وأنا كافرك، كما قلت مرة كل منا زنديق الآخر،